اهلا بكل متابعي قناة اخبار النهاردة. النهاردة هنتكلم عن الموز وفوائد الموز واهم الدول انتاجا للموز على مستوى العالم، وايضا الدول العربية اللي هي مشهورة بانتاج الموز. بيعتبر الموز من أهم محاصيل الفاكهة الاستوائية في جميع أنحاء العالم، وبيحتل الموز مركزا كبيرا في التجارة العالمية، حيث يؤدي دورا هاما في اقتصاد كتير من الدول، بالإضافة إلى قيمته الغذائية العالية وإقبال المستهلكين عليه. كمان الموز الحقيقة بيتميز بطعمه الحلو، وبيتوافر طبعا يعني في الأسواق طوال العام. كمان الموز سهل يعني في التداول، وسهل في النقل، وكمان سهل في التخزين. من أشهر الدول المنتجة للموز المكسيك ونيكاراجوا وفنزويلا والبرازيل والأكوادور، ويعني جزر الهند الغربية وخاصة جزيرة جاماكيا. وامتدت زراعة الموز في المنطقة تحت الاستوائية فيما بين خط عرض 30 شمالا وجنوب. لكن أهم الدول العربية انتاجا للموز في قارتي أفريقيا وأسيا. طبقا لإحصائية الأمم المتحدة لعام 2000، فإن معظم انتاج الموز في شمال أفريقيا. زي ما حضراتكم عارفين إن بيتركز طبعا في مصر، وخاصة في جنوب مصر يعني في الصعيد، ثم في المغرب التي حدث بها توسع كبير في انتاج الموز تحت المحميات، وبعد المغرب الحقيقة او الدولة الثالثة في انتاج الموز السودان وجزر القمر والصومال. اما باقي الدول العربية في اسيا فاكبر منتجي الموز حاليا في لبنان، ومعظم الانتاج تحت المحميات، وبعد كده في اليمن والأردن وعمان والضفة الغربية في فلسطين. وانتشر زراعة الموز في مصر انتشار كبير جدا وسريع، حيث يحتل الموز في مصر المكانة الرابعة من حيث الأهمية الاقتصادية في تجارة الفاكهة بعد الموالح والعنب والمانجا. والموز حاليا يعني بيشغل مساحة كبيرة جدا على مستوى محافظات مصر.